صباح الخير ويوم جديد وصفات جديدة وأسبوع جديد في مطبخ آسيا. والأسبوع ده قلنا وكلمنا وقلنا إن هو بيتكلم على المملحات والسليزون البيتي. السليزون حاجة أنتوا بتحبوها، والمملحات كمان أو الحاجات المالحة اللي بتتحط سواري في البوفيهات وفي العزومات بتاعت الستات من بعض بتبقى حاجة محببة. الحلقة النهاردة هتبقى مخصصة لنوع من أنواع المملحات واللي هو الكوكيز الحادق أو المملحات الحادقة الصغيرة دي. هنعملها من عجينة واحدة، والعجينة الواحدة دي هتخرج لنا أربع أصناف، كل صنف بنكهة، وده الميزة. يعني خلوا بالكم إن أنا بحاول ألاقي حلول أو عجاين مريحة. العجاين دي ممكن توصلكم لكميات معينة وبنكهات مختلفة من غير ما تبذلي مجهود كتير. هنتكلم على العجينة دي. أول حاجة أنا هحتاج في العجينة دي نص كيلو من الدقيق الفاخر. دايما المعجنات والمملحات بنحتاج نوعية كويسة قوي من الدقيق، وده بيبقى متوفر في السوبر ماركتس الكبيرة أو عند بتوع الحلويات. عندنا 500 جرام من الدقيق، وهشتغل بمثلثات الجبنة. عندي أربع قطع أو أربع مثلثات من الجبنة، دول اللي هيدوني النكهة الحلوة للمعجنات بتاعتي أو للعجينة بتاعتي. هيبقى في نكهات مختلفة، لكن العجينة الأساسية هيبقى قوامها أو الطعم اللي غالب فيها هو طعم الجبنة، وشوية يعني حتى مش هنقدر نفرز لا الصلصة الحارة ولا الماسترد اللي هتكون في العجينة، لأنه الجبنة هتديها قوام حلو. وبعد كده بنضيف المنكهات لما نقسم العجينة. طيب، 500 جرام من الدقيق أو نص كيلو من الدقيق، أربع مثلثات جبنة، ملعقة صغيرة من الملح، بعد كده ممكن أحط شوية فلفل أسود، وده اختياري حسب ما أنتوا حابين، بس أنا بحب أحطه. وعندنا معلقتين كبار من الزيت النباتي او زيت الزيتون حسب ما انتوا عايزين، لكن لو هنمشي حسب المنكهات يستحسن نحط الزيت النباتي عشان لو هننكه بحاجة يبقى الدنيا مسيطرين عليها. وعندي 125 جرام من الزبدة، درجة حرارة الغرفة او مدابة حسب ما انتوا عايزين اهي. بالشكل ده. وعندي معلقة كبيرة من الصلصة الحارة او الهوت صوص، دي ما بتبقاش حرقة قوي، يعني بتبقى حرقة حاجة بسيطة. وعندي معلقة كبيرة من المستردة او الخردل. الخردل هو المستردة، لما تلاقوا في الوصفة بتكلم على الخردل، انا مش بتكلم على حاجة عجيبة، انا بتكلم على المستردة. وكل ده هعجينه بالمية الدافية حسب العجينة ما تعوز، لانه انا في الاول وفي الاخر عايزة عجينة متجانسة. هبتدي بقى اعجن المكونات دي مع بعض وبالراحة، لانه لاحظوا انه في زبدة وفي زيت وفي جبنة مثلثات، فكل دي حاجات هتوصلني للقوام بتاع الجبنة او البات سابلي او العجينة السابلي او البريزي او شورت كراس حسب كل واحد ما بيقول لها، بس في الاجمال بتبقى عجينة هشة وحلوة وجميلة جدا. طيب، لما بوصل للقوام الرملي ده، عشان خاطر زي ما قلت الزبدة والجبنة والصوص والمستردة والحاجات دي كلها والزيت، هبتدي اضيف المية الدافية بالتدريج. ما تنزلوش يا حبايبي مرة واحدة بالمية الدافية، شوية شوية نتعامل مع المعجنات بكل راحة من غير استعجال عشان يبقى النتيجة حلوة وجميلة. وزي ما قلت الحاجات دي معرفش انتوا بتتباع في مصر بره ولا لا، لكن احنا في المغرب بيتباع الكوكيز الحادق بره ده، وبيبقى الكيلو غالي قوي، بس هي منتشرة عندنا، يعني حاجة على الموضة قوي، حاجة كده زي السليزون في مصر. بخصوص موضوع السليزون، انا حابة اتكلم في النقطة دي. انا لما جيت وكنتوا بتتكلموا على السليزون كنت حاسة نفسي صعيدي في الجامعة الامريكية، ما كنتش فاهمة انتوا بتتكلموا ازاي. بس لما فككت الكلمة اكتشفت انه كل البوفيهات بيبقى فيها حاجة اسمها سالي زون. زون المنطقة، وسالي يعني الملحة بالفرنساوي، لا سالي او زون سالي او سالي زون يعني منطقة ملحة، بيبقى فيها حاجات صغيرة كده، حوادق ميني على شكل السواريه زي ما بتقولوا. فده الاصل بتاع سالي زون يعني للمغاربة والناس اللي بتفرجوا على البرنامج وبيطرحوا التساؤل ايه الكلمة دي معناها ايه.
وحضيف المية بالتدريج كده، وححصل في الأخير على عجينة صفرة عشان لون المستردة. قلت ان العجينة دي هتبقى حلوة قوي لانه فيها نكهات جميلة جدا. لاحظوا ان مكونات العجينة موجودة في كل بيت، عشان تعرفوا بس ان الحوادق دي او المملحات دي ما هيش قصة كبيرة زي ما احنا متهيأ لنا. والمنكهات انا هدي 4 منكهات، لكن انتوا ممكن تتعايشوا باللي موجود في البيت. يعني لاحظوا ان احنا بنشتغل بالكمون، الجبنة الشيدر، الجبنة القدم، الريكفور، حسب كل واحد عنده ايه في التلاجة. هعجنها كويس لحد ما تنسجم بالشكل ده. اهم حاجة عندي ان هي تتناسق وتبقى طرية قوي اهو. وهروح واخداها واقسمها على 4 قطع. خلوني اجيب السكينة، هقسمها على 4 قطع متساوية. 1 2 3 4. هاخد كل قطعة احطها هنا، وهبتدي اشتغل كل نكهة لوحدها. دايما نغطي العجينة بأي منديل مطبخ عشان خاطر ما تشققش كده مثلا. وهجيب دلوقتي هشتغل النكهة كل نكهة لوحدها، بس خلوني عشان اشتغل كويس اشيل البلانشة دي وافرد على راحتي العجينة. اغطي العجينة هنا طيب. هجيب اول عجينة، خليني اقول ان انا اعملها المنكهات اللي هستخدمها النهاردة. هاخد اول عجينة اعملها بالجبنة الرومي. اخد شوية جبنة رومي كده وعجنها تاني مع العجينة. العجينة دي عشان فيها زبدة ما تقلقوش هتمص اي حاجة تدخل لها تاني من جديد، مش زي العجينة اللي بتبقى عبارة عن دقيق ومية بس. طيب دي اهي عملنا فيها الجبنة الرومي. هجيب الصاج، اول حاجة ادهنه بشوية زبدة. زبدة او زيت حسب ما تحبوا. بالشكل ده. وهجيب النشابة وابتدي اشتغل العجينة بتاعتي بالشكل ده. لو شفتوا ان هي بتلزق ممكن تساعدوا بالدقيق، بس شوية دقيق مش كتير اهو بالشكل ده. هوريكم كل الأسرار بتاعت نجاح المملحات وازاي تبقى شكلها لطيف جدا. العجينة بتاعت المملحات مش لازم تبقى لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي عشان خاطر الزبدة اللي فيها، وكمان هي عشان ما فيهاش خميرة ولا محسن ولا اي حاجة، فبتعتمد على التخمير الذاتي بتاع الدقيق نفسه. انا عشان تنجح معايا الحاجات اللي انا بشتغلها بحب دايما اجيب العجينة على الصاج مباشرة عشان احافظ على شكل المعجنات. وبعمل ايه؟ باخد القطاعات اللي انا عايزة اشتغل بيهم. عندي اشكال كتير من القطاعات، بنجيب اي نوع من انواع القطاعات بتاعت الكوكيز، بس حاولوا ان هي تكون احجام صغيرة عشان احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم على مملحات. كل ما صغرت كل ما تقدمت مع الشاي وتقدمت في بولات كده كتير بيبقى شكلها حلو قوي. فنجيب القطاعات بتاعتنا ونقطع بالشكل اللي احنا عايزينه، وحاولوا تخلوها في الصينية، لانه لما بنخليها في الصينية بتحافظ على شكلها. يعني النقل ده من مكان لمكان بيخليها تغير في الشكل، لكن بالطريقة دي انتوا بتحافظوا على الشكل بتاع المملحة او البسكوت الحادق
بطريقة حلوة. انا بقول لكم الحاجات دي لانه انا كبرت في بيت ما وراهوش شغلانة غير الحاجات دي. ماما يعني ربنا يديها الصحة عذبتنا واحنا صغيرين بين الفقاس والقراشل والمملحات دي، كلها انواع من انواع المملحات. كانت بتعمل حاجات كتير وتعملها في علب وتحطها في الدواليب عشان لو طب الضيف على غفلة حسسان ان حياتنا كلها ضيوف. يلا الحمد لله حاجات نفعتنا وعملنا بيها برامج طبخ. فدايما خلوا بالكم بس تدوا الحاجة حقها، والعجينة دي خلوا الحاجة مكانها زي ما قلت عشان خاطر ما يتغيرش الشكل بتاعها لما نيجي نشتغلها. ممكن خلينا ماشيين بدور بس اهو، اظن كده الفكرة وصلت كده. وبعدين بناخد بكل سهولة بنطلع العجينة اللي احنا قطعناها بالراحة. زي ما قلت كده انا بحافظ على شكل المملحات بتوعي، وارجع العجينة تاني ممكن اعجنها واطلع منها تاني اشكال تانية عادي، تتفرد مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة، لانه في الاول وفي الاخر دي عجينة مش خمرانة، دي عجينة بس منعجونة كويس ومتريحة وزي الفل. شفتوا الاسرار بتاع نجاح المملحات بتبقى عاملة ازاي؟ شوية الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتفرق. احنا قلنا النهاردة هنعمل اربع نكهات، هنعمل واحد سادة وثلاثة منكهين، فده بشكلها. قبل ما اطلع فاصل عايزة بس ادهنها بشوية بياض بيض. المملحات عامة بندهنهم ببياض البيض بس بالشكل ده، وبنزينهم بالسمسم او حبة البركة او البافو اللي هو بذور الخشخاش او السماء او الزعتر او اي حاجة عندك في البيت، او شوية سكر لو كانوا فيهم حاجة حلوة، او حبات من الملح حسب ما انتوا عايزين. بس البافو عامة مشهور قوي في الحاجات دي. انا هزينهم كده اهو، وهطلع فاصل وهرجع لكم بعد الفاصل نكمل مع بعض باقي انواع النكهات بتاعت المملحات اللي بنعملها النهاردة. وما تنسوش ان احنا بنشتغل بعجينة واحدة، قمة البساطة. رجعنا لكم بعد الفاصل. انا ما عملتش حاجة غير ان انا كملت تزيين المملحات بتاعتي اللي عملناها اول الفاصل بالجبنة. هنبتدي نشتغل دلوقتي في العجينة الثالثة. خلي بتاعت الجبنة دي ممكن نرجع لها في الاخر لو في وقت. عندي هنا النكهة الثالثة او الثانية سوري، هحط عليها شوية من الصلصة الحارة، معلقة كبيرة دلوقتي. لما بزود الصلصة الحارة معناها بزود نسبة الحدة في العجينة. ممكن تستخدموا الهوت صوص المكسيكية اللي بتاعت البيتزا دي او الايطالية، وممكن تستخدموا الهريسة المغربي، الاتنين بيوصلوا لنفس النتيجة. طيب هخرجها هنا وابتدي اخرج الرطوبة. لاحظوا انه هي بترجع تبقى رطبة من الاول، بس انا هخرج منها الرطوبة دي بكل سهولة ما تقلقوش، حتى هتساعدها في العجن اكتر. اهو خلونا نعمل النكهات كلها عشان ما نتلخمش في التقطيع والحاجات دي. اهو شفتوا الحاجة سهلة جدا، بالعكس ده حتى هتساعد العجينة انها تنجح وتبقى هايلة معايا. اهو تحولت من المطحلة اللي هي قز 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 والحاجة بتلزق لمرحلة ناشفة جدا والرطوبة خرجت بكل سهولة. اهي العجينة الاولانية الحراقة او الحارة جهزت، هنضف مكان البولة ومكان الشطة وهعمل النكهة الثالثة. عندي النكهة الثالثة ممكن اعمل الاوريجانو او الزعتر البري بتاع البيتزا ده، برضو بيبقى حلو في المملحة. وزي ما قلت ممكن تعملوا كمان الكمون، انا حسست بقى حاجة بالكمون. لو شفتوا العجينة نشفت شوية ومحتاجة اي حاجة عشان تمسك في النكهة اللي احنا زودناها، ممكن تزودوا زيت الزيتون لانه بيمشي برضو مع العجينة بتاعت المملحات. هحطها هنا. والتالتة ممكن زي ما قلت نخليها سادة او ممكن نزود لها نكهة تانية. خلونا نزود لها مثلا المستردة على اساس يبقى فيها مستردة كتير.
زي ما تحب. اهو برضو هطلع الرطوبة بالشكل ده. يبقى احنا عجينة واحدة عملناها بنكهات مختلفة، واحدة بالجبنة، واحدة بالصلصة الحارة او الهريسة قلنا لو توفرت المغربي، وواحدة بالزعتر او الاوريجانو، والتالتة او الرابعة ممكن نخليها يا سادة لانه كده كده معمولة بالجبنة فطعمها حلو، او ممكن بالمسترد زي ما تحبوا. اهو هعجنها كويس قوي عشان تتناغم المسترد جواها، وابتدي اخرج الرطوبه. وهي دلوقتي هتبتدي تنظف نفسها بنفسها بالشكل ده، شفتوا؟ ده اللي انا بتكلم عليه في المعجنات. طيب نبتدي نشتغل دلوقتي زي ما قلت في الفصل الاولاني، بنفرد بمساعدة الدقيق، نفرد الحاجة ما هياش لا تخينة ولا رفيعة، عايزين بسكوت مقرمش بس في نفس الوقت لا عايزينه رفيع عشان ما يتلسعش في الفرن بسرعة، ولا عايزينه تخين عشان خاطر ما يبقاش معجن من جوه، عايزين مملحات مقرمشة. اهو الشكل ده. وانا المقدار اللي انا حطيته بتاعت العجينة في الصفحة وفي الموقع ده مقدار بيعمل صاج محترم. هاخدها دايما بنقول بناخدها كده، خلونا ننقل هنا عشان خاطر المملحات ما يتغيرش شكلها من عملية النقل دي من مكان لمكان. هاخدها هنا وهاخد بقى، خلينا دول مثلا نعملهم كبار شوية اللي بالمسترد ده، هاخد القطاعة واعمل الاشكال اللي انا عايزاها. ممكن تستخدموا الحاجات بتاعت عجينة السكر على شكل ورقة، على شكل سمكة، والحاجات الجميلة دي. اهو واحنا ماشيين بالشكل ده، وبالراحة نبتدي نجر الزيادات بتاعت العجينة قلنا عشان نحافظ على شكل المملحة وما تبش من الرسمة بتاعتها في الصاج. العجينة دي ممكن تتعجن مرة تانية وتتعمل مرة تانية وتالتة ورابعة وعشرة كمان. وايه بقى اللي هيخلينا المملحة تحمر في الفرن؟ هو بياض البيض. حتى لما بنقطعها كده معدل المساحة ما بينها بيبقى مناسب جدا. دايما نغطي العجين عشان لما نرجع نشتغل بيها ما تكونش نشفت. هناخد بياض البيض دلوقتي وندهن، وشوفوا بقى ساعتها ايه اللي بيمشي مع المستر ده. عايزين تحطوا شوية اوريجانو على الوش مش هيضر، سمسم، انا شخصيا بحب المستر ده والجبنة، ممكن نحط شوية جبنة مبشورة تتحمر على وش المملحة بتاعتنا او الكوكيز الحادق. اهو بالشكل ده. وهاخد شوية جبنة رومي بعد كده، هيبقى سهل تفصله بالسكينة والمملحة لسه سخنة طالعة من الفرن. ده أول نوعين، اتنين، واحد بالجبنة واحد بالمستردة عملناهم مع بعض. هحطه هنا وهشتغل في الجزء الثالث. وقلنا يعني دلوقتي التكرار إفادة بس للناس اللي لسه فتحة التلفزيون، بس احنا الكونسبت اتكلمنا عنه، اتكلمنا على العجينة الأولانية واللي قلنا اللي هي اللي هنعمل منها كل النكهات، عجناها كانت عبارة عن نص كيلو من الدقيق واربع مكعبات او مثلثات سوري من الجبنة، لان المثلثات احلى
فيها ملح، وحطينا نص معلقة صغيرة من الملح، حطينا كمان معلقة من الهوت صوص أو الصلصة الحارة، معلقة كبيرة من المستردة، حطينا 120 أو 125 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة أو دايبة حسب ما تحبوا، معلقتين كبار من الزيت النباتي، ودهننا أو عجننا الكل بشوية مية دافية لحد ما لمت العجينة وبقت متجانسة. بعد كده العجينة دي قسمناها لأربع أقسام، كل قسم ادينا له نكهة معينة. المنكهات اللي استخدمتها ما هياش حاجة خارقة للعادة، استخدمت المستردة، استخدمت الهوت صوص أو الهريسة حسب المتاح، استخدمت الجبنة الرومي على أساس أن أنا أخد مملحة أو بسكوت حادق محبش بالجبنة الرومي، استخدمت الأوريجانو أو الزعتر، وأنا دلوقتي في مرحلة الزعتر. اتكلمنا كمان على إزاي نقطع المملحة بطريقة أنه ما تاخدش او ما يعني شكلها ما يتغيرش مني، وقلت انه الاحسن ان انا افردها على الرخامه بشكل صغير كده مستطيل، وبعد كده ارفعها واحطها في الصاج، وفي الصاج اقطعها بالاشكال اللي انا عايزاها واشيل الزيادات. انا دلوقتي بعمل اخر واحده اللي هي بالزعتر، وطبعا لما بنتكلم على الكوكيز والمملحه عشان تاخد اللون الذهبي الحلو في الفرن لازم نديها بياض البيض ونزينها بالمنكهات العاديه بتاعه السليزون والحوادق، سواء زعتر سواء جبنه سواء حبه البركه سواء حبوب السمسم او حتى حبوب الكمون، كلها حاجات حلوه. وما تنسوش تدهنوا الصاج بماده دهنيه او تحطوا ورق الخبيز. انا رغيت كتير واتكلمت كتير انا عارفه، بس اهو عشان ما تقولوش بعد كده ازاي الحاجه ما باظت منكم او ما نجحتش. دايما قلنا اخر حاجه اعيدها، معلش استحملوني، الحاجه ناخدها للفرن او للصاج الاول، وبعد كده نبتدي نقطعها بالاشكال اللي احنا عايزينها، ما فيهاش اي مشكله، بالعكس ده كده احنا بنخلي الحاجه يعني حتى ممكن نعمل حركة لطيفة جدا هوريها لكم عشان توفروا، اهو كده بتحافظوا على شكل المملحة او الكوكيز الحادق من غير اي مشاكل، اهو. وهاخد بياض البيض كده على طول قبل حتى ما نشيل العجينة الزيادة، دهنوا عادي جدا ما تقلقوش كده، احنا بنوفر وبنحافظ على الشكل. اصل انا عارفه الحاجات الصغيره دي ساعات في ناس بتتعصب منها تقول لك يو انا لسه هقعد وما اعرفش ايه وبتاع، لا بس كده اهو حطوا السمسم بالشكل ده او الكمون زي ما انتوا عايزين، كل واحد زي ما بيحب. وبعدين نشيل الزياده، انا بس ما قطعتش كويس العجينه. كانت دي حلقتنا النهارده عن المملحات البيتي اللي من عجينه واحده، يا رب تكونوا استفدتوا وانبسطتوا منها. اشوفكم الحلقه الجايه، واسبوع المملحات لسه مستمر، المملحات بعد الفرن هتشوفوها في الحته الاخرانيه بتاعه الفود شوتس. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، اشوفكم الحلقه الجايه في مطبخ اسيا.